لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، السادة في وسائل الإعلام، نرحب بكم جميعا في هذه الوقفة الإسنادية التي تنظمها لجنة الأسرى للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين للإملاءات الصهيوأمريكية والالتزامات اتفاقيات أوسلو والتنسيق الأمني، وتزامن معها اعتقال المجموعة التي نفذت وأمريكا وبريطانيا. وبعد عدة سنوات في 14 مارس 2006، الصات التي ترتكبها إدارة مصلحة السجون الصهيونية بحق الأسرى والأسيرات